بعد قطيعة تامة مع السياسيين العراقيين استمرت لخمسة أعوام، فتح المرجع الأعلى السيد علي السيستاني أبواب مكتبه مستقبلا رئيس الوزراء الجديد حيدر العبادي كأول الزائرين، وبحث معه ملفات عدة سياسية وأمنية وعسكرية وخدمية. العبادي الذي بدا عليه الارتياح وهو يغادر مكتب السيد السيستاني نقل عن المرجع الاعلى في مؤتمر صحفي تبريكه للانتصارات الاخيره للجيش العراقي ودعوته للاهتمام بالمتطوعين والانفتاح على الاخرين وتعزيز الوحده الوطنيه وتوفير الخدمات. سماحه السيد اكد على ضروره اسناد الوضع العسكري والاهتمام بالمواطنين. اليوم هناك انتصارات على الجبهات وسماحة السيد بارك لهذا الأمر، وأكد على ضرورة الاهتمام بالمتطوعين وأيضا التأكيد على قضية الانفتاح على الآخرين والوحدة الوطنية. العبادي الذي تحدث عن مشاكل في المؤسسة العسكرية وحاجتها إلى التسليح والتدريب والإصلاح جدد رفضه لوجود قوات برية على الأرض العراقية، نافيا الاتهامات بأن قراره إيقاف الهجمات الجوية سمح لداعش بالتمدد، مؤكدا أن الهجمات في عهده أكثر مما كانت عليه في السابق، لكنه ألقى باللائمة على ما سماه بتضخيم الضربات الجوية الدولية ضد داعش. لن يكون هناك قوات برية على الأرض العراقية، هذا قراري وهذا قرار الحكومة العراقية، وأقول لإخواننا في الأنبار وأقول لإخواننا في صلاح الدين الذين طالبوا بوجود قوات برية أجنبية على أراضيهم، هذه الدعوة لا ينبغي أن تكون. مراقبون اعتبروا أن لقاء العبادي بالمرجع السيستاني يعبر عن دعم من المرجعية للحكومة الجديدة، خاصة وأن رئيسها مقبل على جولة خارجية تحتاج إلى إسناد لحكومته الفتية. يعتبر هذا دعم كبير لحكومة العبادي وللعبادي نفسه، سيما وأنه مقبل إلى جولة لدول الجوار العراقي وأيضا إلى دول الخليج، سيستفاد منه كثيرا العبادي في هذه الجولة. إذا السيد السيستاني ينهي القطيعة ويفتح صفحة للتواصل مع الحكومة العراقية الجديدة، تواصل تبدو الحكومة ورئيسها بأمس الحاجة إليه في الوقت الحالي. أراجي نصير الحرة، النجف الأشرف.